مجموعة إكويتي نتحدث أكثر عن الأسواق. مرحبا بك، أهلا بك رائد معنا في أهلا نور. مؤشرات الشرق. يعني يوم يعني بامتياز يوم بنوك مركزية، الأنظار تتجه إلى أوروبا. لدينا بنك الشعب الصيني الذي قد يستعد لتخفيض جديد لمعدلات الفائدة بعد أن كان أيضا قد تحدث عن تخفيض الريكوايرد ريزيرف ريشيو للبنوك التجارية. إذا من جهة لدينا تيسير نقدي سريع، ومن جهة لدينا تشديد نقدي. كيف تستوعب الأسواق هذا التباين اليوم؟ هذا قبل الحديث عن تويتر. طبعا نحن عندنا مجموعة من القرارات البنوك المركزية بدأت تتخذ يعني منحة أكثر وضوحا إن صح التعبير، سواء كنا عم نتحدث عن البنك المركزي التركي، البنك المركزي الأوروبي الذي ننتظره كذلك الأمر، ويعني جميعها تتجه إلى كيفية تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في الفترة القادمة. أعتقد عملية التشديد يعني عملية مؤلمة، يعني نحن عم نسحب السيولة والتسهيل من القطاعات التجارية في وقت هي بحاجة له لمجابهة إما استمرارية الإغلاقات الاقتصادية مثل ما عم يكون في عنا بالصين ويعني جائحة كورونا، أو في عندي نقطة التوترات الجيوسياسية والتضخم المرتفع الحاد، فيعني كماشة تضغط على الاقتصاد صحيح. العالمي وأعتقد سوف يعني إذا ما نظرنا على الأسواق الأوروبية اليوم، يعني باستثناء الفوتسي في بريطانيا، الأسواق الأوروبية اليوم تتفاعل إيجابا بانتظار هذه القرارات من المركزي الأوروبي. هل برأيك سعرت الأسواق أنه لا تغيير في معدلات الفائدة ولا تغيير في التيسير النقدي في هذه المرحلة قبل ربما شهرين أو ثلاثة أشهر من الآن؟ من الصعب جدا أن يكون هناك تغيير في السياسة التيسيرية بهذه السهولة في المركز الأوروبي وفي المنطقة الأوروبية، لسبب بسيط أن التضخم أصلا كان قبل الجائحة متضرر بشكل كبير جدا. نحن كل ما حدث من تضخم خلال الفترة الماضية هو بنتيجة التيسير النقدي الإضافي التي تم اتباعه من قبل المركز الأوروبي، البرنامجين الطارئ والعادي APP، وأيضا البرنامج الحالي لشراء الأصول، كلاهما عمل على دفع مستويات التضخم إلى مستويات مرتفعة نسبيا، ولكن مع سحب كل البرنامجين والحديث عن تشديد السياسة النقدية أعتقد ذلك سيضغط بشكل كبير على مستويات النمو في المنطقة الأوروبية. طيب، لنتجه إلى الأسواق الأمريكية، ربما فيها أكشن أكثر من غيرها من الأسواق المالية العالمية. كانت تحاول المؤشرات الحفاظ على هذه المستويات، كان في تحركات عرضية في الجلسات ربما الخمس أو ست الماضية. اليوم هذه الأخبار التي تأتي من تويتر، ويعني هذا العرض الذي قدمه إيلون ماسك للاستحواذ على أسهم الشركة ربما سيحرك الناسداك اليوم بشكل أكبر بعد هذه القفزة على سهم تويتر بنفسه. ماذا نتوقع اليوم في الأسواق الأمريكية؟ هل سنشهد ربما حركة دوران معاكسة لتلك التي رأيناها في الجلسات الخمس أو ست الماضية التي كانت باتجاه أسهم القيمة بعيدا عن أسهم النمو؟ أعتقد أنه في عندي نوع من الاستمرارية بأن يكون في عندي هذه الانتقائية في الأسواق والتوجه يعني إلى أسهم القيمة بشكل أكبر في الفترة الحالية هو عبارة عن سلوك احتياطي يتم أو يعني دفاعي يتم اتخاذه حاليا، لأنه في قلق بشكل عام، في عندي ضغوط واضحة على الأسواق الأمريكية، وهذا ما نراه فعليا عملية اغتنام للفرص. بينما لما يكون عندي أنا ثقة بالأسواق بشكل أكبر بيكون في عندي توجه إلى أسهم النمو. هذا الأمر ممكن أن يستمر بشكل أكبر لأنه أنا في عندي قلق من عدة محاور في الاقتصاد الأمريكي. صحيح البيانات الاقتصادية تظهر بعض التعافي، ممكن مبيعات تجزئة اليوم بتكون عامل مهم، ولكن مثل ما ذكرتي بعض هذه الأحداث مثل حالة تويتر حالياً والتي تغير بشكل كبير جدا، يعني عم نتحدث على أثرى رجل بالعالم يتحدث عن امتلاك منصة مهمة جدا، منصة التواصل الاجتماعي تويتر، السوق فرجايل وحساس بشكل كبير جدا لمثل هذه الأحداث، وممكن جدا أن تحقق يعني موجة خضراء على البلو تشيب أو على مؤشر الناسداك بشكل قوي جدا وعلى سهم تويتر على وجه التحديد. قابل للتحقيق، ولكن هذا لا يغير من صيغة التوجه نحو أسهم القيمة.
طيب ايضا فيما يتعلق يعني عم ننط من موضوع لاخر ولكن هناك الكثير من المواضيع اليوم نرى ربما هدوء على جبهه السندات بعد هذا الضغط التي تعرضت له العوائد عادت للتراجع بشكل ملموس على عائد على السندات لاجل عامين. هل من الممكن القول انه هدئت المخاوف من الركود في هذه المرحله ام انه هذا كان متوقعا يعني في انه بعد هذه التراجعات الحاده على السندات ان يكون الوضع على طبيعته الان؟ يعني هي كانت هجمة مثل ما ذكرت ولكن لا أعتقد أن هذا بشكل كامل. إمكانية عودة يعني منحنى عوائد السندات إلى الوضع المشير إلى الركود الاقتصادي والتسطح هذا والتسطح بشكل أكبر، يعني نحن عم نعطي أهمية. لا تزال عندي أنا السندات الأمريكية يعني عوائدها يعني بالمقارنة مع السندات الصينية نحن عم نشوف أنه الصينية ترجح لها الكفة بشكل أكبر. إذن في لا يزال هناك قلق أو خوف إن صح التعبير من قبل المستثمر يميل أكثر إلى السندات كملاذات آمنة في المرحلة الحالية طالما عندي توترات جيوسياسية. لم يتغير المشهد كثيرا، ممكن تعود إلى العنف في الأسواق خلال الفترة القادمة. أنا أشكرك جزيل الشكر رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي على انضمامك لنا اليوم.